يا أحلى عائلة، وإن شاء الله تكونوا الناس الكل بصحة وعافية. اليوم جيتكم بوصفة جديدة وجبت لكم جاتو سهلة وبنينة برشا، جاتو تروا موس وشوكولا. وتوا أول حاجة باش نحضروها الباز متاع الجاتو اللي هي المركيز، ما تسحقش برشا مكونات أما لازمكم الميزان باش تجيكم المقادير مضبوطة، على خاطر هنا في كمية العظم بالقياس. هنا أنا خديت الأصفر متاع العظم 70 جرام، لازمكم الميزان على خاطر أنا هنا عملت 5 عظمات والخمسة عملت اشترها أنا كبار شوية. كون شي نتوما عملوا 3 كبار وزوز صغيرين باش تجيكم المقادير اكزاكت. والابيض متاع العظم هنا نستحقوا 150 جرام ابيض اعظم. والابيض ردوا بالكم طيحوا فيه الاصفر، راهو كان طاح شويه اصفر ما عادش يطلع الابيض متاعكم. ونستحقوا هنا الكاكاو 200 جرام كاكاو مر، ونستحقوا 140 سكر محور، وهكا السكر تنجموا تنقصوا فيه شواليكم. ونستحقوا هنا 20 جرام نشاء. الروسيت هذيا بلاش فرينه، ديجا نشاو الكاكاو هو باش يعوضوها. والانشاء انا هنا حطيت انشاء متاع البطاطا. والبنات في ايطاليا ديما تسالوني على الانشاء، هاكا هذا متاع البطاطا اسمه فيكولا دي بطاطي، والا الاخر فيكولا دي مايز. شو عليكم حطوا اللي تحبوا، والا تلقاوها مكتوبه مايزينا هذه متاع الروسبين. باش هاكا اللي يجي جديد لايطاليا وما عرفش انشاء اسمها فيكولا والا مايزينا. باش تلقاو زوج انواع، ثما متاع البطاطا وفما متاع القطانيه. انتوما اش عليكم الزوز كيف كيف، راه اللي هذه تحسوا فيها جوستو البطاطا شويه والاخر هكا ناتر نتاع المايز، اما كي باش طيبوها راهي ما عادش تبان الجمله نتاع البطاطا. المهم هذم المكونات نتاعنا، وتوا هي مبعضنا نتعداو باش نوريكم الطريقه كيفاش باش نحضروها. وتوا اول حاجه باش ناخذوا الاصفر نتاعنا هنا نحطوه في بول، وباش نحطوا معاه شطر كميه السكر، والشطر الاخر نحطوه مع الابيض باش نطلعوه بلونيج. وناخذوا كالعاده ديما نحط هكا قبيصه الملح في وسط الابيض نتاع العظم باش في ساعه يطلع لكم ولا في الجاتوات نتاعكم. اش عليكم نزيد هكا السكر ونخلي هذايا باش نحطوه مع الابيض باش نغربلو خاطرو مكعبر ياسر هذا. وتوا باش نخلطوه لين يذوب هكا السكر ويتنحى الكعب نتاع السكر المحور. سينو تحبوا تعملوا السكر العادي وتقعدوا تخلطوا هكا لين يتنحى الكعبر الكل ويذوب السكر نتاعكم. توا السكر نتاعنا ذاب كيف ما شفتوه، اقعدوا خلطوا هكا لين تحسوه يذوب الاكل فولو ويبيض معاكم. وتوا باش نخلط الابيض، وتوا باش نطلع الابيض ونحط عليه السكر. السكر غربلوه كان عندكم احرش هكا المحور، باش نركبهم بالباتور لين يطلع العظم نتاعنا. وهذا الابيض نتاعنا طلع كيف ما شفتوه هكا، كي تقلبوه هكا ما يتيحش. ناخذوا الاصفر نتاعنا نصبوا له الكاكاو ونصبوا كيف كيف النشاء ونخلطوهم الكل. ومن بعد ناخذوا المرانج هذاك ونخلطوه بالسباتول. حسيلو خلطتها هنا باش تجمد لكم هكا، ولا من المستحسن اعملوها بعد ما تحطوا الابيض نتاع العظم. طيب باش نبدا نزيد بشويه بشويه، ناخذوا سباتول حسيلو نزرب. شقلبت هالروسيت نورمالمون الفرينه يا ربي النشاء والكاكاو بعد ما نحطوا البلوناج، ركضها شويه هذيا ومن بعد نزيد البلوناج الاخر باش تتحلي على خاطر شدت لي برشا. حسيلو ما تعملوش غلطي. انا عكستها نورمالمون تاع تخلطوا الاصفر ومعاه السكر ومن بعديك تزيدوه الموس ومن بعديك تزيدوا النشاء والكاكاو وتخلطوا هكا بالسباتول. انا عكستها مخي يخدم ونزرب. المهم حتى كان غلطتوا هكا تصلحوها، خذوا شويه باش يتحل لكم الخليط، خاطر كيبدا خاطر برشا وشاد روحو ما تنجموش تخلطوا به. وتوا نقعد نصب هكا بشويه وفيسع فيسع، ما تخليوهوش يقعد برشا، راهو الابيض فيسع ما يتيح. كديما خلطوه اخر حاجه الابيض نتاعكم. وتوا نخلطوا هكا بالسباتول وحطوا الفور يسخن على تمبيراتور 200 درجه. ديجا انا هاو سخن وانا مازلت هكا من الفوق للوطة باش ما طيحوش العظم نتاعكم. كيف ما شفتوا كملت خلطها، تولي لكم كالموس. وكان تحبوا تزيدوا بنه كيفي انا باش تزيدها براليني، باش نزيدها هذايا اختياري، راه تحبوا تزيدوا ولا ما تزيدوش شواليكم. انا باش تزيدها هكا بنه، وهكا في التخليط من اللوطه للفوق كالعاده. وناخذوا بلاطو نحطوا الخليط نتاعنا كيف ما شفتوا. توا الفور نتاعي سخون، سخنته على 200 درجه لمده 8-10 دقائق هاكا نتوما والفور نتاعكم. سينو كان الفور سخون برشا حطوه 180 درجه ديجا في صامتي. ردوا بالكم نخليوها اكثر، راهي تشيح لكم تولي يابسه. وهذه الجنواس نتاعنا طابت كيف ما شفتوها هاكا، كي تمسوها هاكا راهي طريه، ما تقولوش راهي نيه طايبه. خليوها لين تبرد بالباهي ومن بعد نحيوها ونقصوها. ردوا بالكم تمسوها وهي سخونه، راهي تتفترش لكم. وتوا باش نبداو اول كوش نتاع الموس نتاعنا نتاع الشوكولا فوندون. هنا خديت انا 140 غرام شوكولاته فوندون على القليله هكاك، 50-70% الكاكاو فيها. هنا خديت 100 مليلتر حليب، خديت اصفر عظمه باش نستحقوا 200 مليلتر كريم ليكيد، محل كل بلاد شنو تسميها، اللي هي كريم شانتيه، احنا نرموها في ايطاليا بانا فريسكا اللي هي كريم فريش هذيا، المهم نتاع الحلو. ونستحقوا لهنا 2 غرامات جيلاتين، ونستحقوا 20 هنا مليلتر حليب باش نذوبوا فيه الجيلاتين. الجيلاتين راهو لازم باش تجيكم مكبوسه. الموس الشوكولا نتاعنا هذيا جايبته من تونس حلال، وهاكا البنات لهنا في ايطاليا موجود الاجار اجار، سينو شوفوا عند الجزار تلقاو عنده جيلاتين حلال. وهذم المكونات. توا اول حاجه باش نذوب الشوكولا، وباش نطلع الكريم شانتيه نتاعنا ما طلعوهاش على الاخر، اشترطت لي معناتها تبدا ملخوفه شويه مش مكبوسه برشا. وقبل ما نتعداو نذوبوا الشوكولاته نحطوا الحليب نتاعنا في الجيلاتين ونحركوهم ونحطوهم في بان ماري باش يذوبك الجيلاتين نتاعنا، ونخلطوهم شويه. هوني باش نحط شوكولاته في البان ماري ومن بعد نزيد عليها الكريم ليكيد ونخليها لين تذوب، ومن بعد نزيدوهم العظيمه ونخلطوا الكل. حطوا الجيلاتين فك الماء السخون اللي ذوبتوا فيه وخليوه يذوب شويه. وتوا باش نطلع البانه نتاعي. هنا باش نزيد راني مغرفتين سكر محور على خاطر البانه اللي عندي ماهيش سكري. هاكا نتوما كان عندكم بطبيعتها الكريم شانتيه سكري، ما البانه فيسكا ماهيش سكري. ولا باش نسيت مغرفه واحده ديجا شوكولاته حلوه، نحب الحلاوي الحق. هذه زياده من عندي، راه نسيت اللي هي البانه ماهيش حلوه. وبالطبيعه يقعد الاختيار لكم انتم تحبوا تزيدوا والا لا. المهم هنا هكا ذوبت الشوكولاته والجيلاتين باش نصبهم ونخلط الكل. انا محال عملت عمله، حطيت الجيلاتين سخون وتشوفوا شنو هو اللي صار. اليوم بلبصت هالدنيا كيف ما شفتوا. هنا مشيت طيحت الكريم شانتيه، بما انه صب الثلج جبت شويه ثلج حطيتهم هنا، البرا كلها ثلج في البركون، يعني خديت شويه ثلج وباش نحطها هنا وباش نركضها. ردوا بالكم تعملوا كيفي انا، حبيت نشارك معاكم الغلطات اللي عملتهم. خليوها لين تبرد الشوكولاته بالباهي، وجيلاتين سخون نحيته وصبيته طول حسيلو ريح لي الكريم. نركبوها هكا تو شويه. تمت المهمه بنجاح، ريتوها هكا ثقالت شويه ما عادش هكا جاريه برشا. المحله هي راهي تجي هكا ماهيش الخضره برشا، تجي هكا جاريه ومن بعد تو تبرد في الفريجيدير. توا نجيب الجنواز نتاعي باش نحطها في المول ونصبو اول كوش ونخليوها تبرد. ديجا جيلاتين هو اللي باش يجمدها. وتوا جبت ستامبو نتاعي، عندي هذه السيركل قصتها 23 سنتي ولا 24، شو عليكم الكونتيتي هذه تعمل مول 23-24. شديت هنا بالسكوتش على خاطر يقعد يشطح ماهوش فيكس برشا. وتوا باش نجيب الجنواز وباش نقصها بالسيركل. الجنواز باش نرش عليها شويه سكر محور على خاطر تتلصق ولات باش ما تشدليش في المول. كنرشوا عليها بالباهي السكر خاطر تتلصق، ومن بعد هكا نقصوها بالمول نتاعنا. سينا ما عندكمش المول هكاكا قصوها بصحن طنجره شويه ليكم، وهكا الحرف هذيك تنجموا تعملوا بها حاجه اخرى. هنا حطوا بابي ومن بعد باش يقول لكم الصحن نتاعكم نظيف. هوني حطيت البابي كويسون على سيركل، على محل عملتها عاليه برشا. سينا عندكم هذاك ما نعرفشني اسمه البلاستيك اللي يحطوه باش من بعد ما تشدش في المول. وتوا باش نصبو الكريم تاعنا الاولى، توا نعملو هكا باش تجينا الكلها قط قط، ونخليوها تبرد 20 دقيقه في الفريجيدير باش نجمو نحطو فوقها الكوش الاخرى. وتوا باش نحضر معاكم الكوش الثانيه نتاع الشوكولا اللي بالحليب. الاولى هكا خذوها فوندون، وهذه الثانيه بالحليب. هنا خديت انا 160 غرام شوكولا بالحليب، وكالعاده نفس لي زانغريديون نفس البرانسيب. جوست هنا زدت غرام جيلاتين خاطر الشوكولاته بالحليب مش كيف الشوكولاته الفوندون، وكيف كيف بزدت كيف كيف في كميه الشوكولا. هنا حطيت 160 غرام شوكولا بالحليب، هنا نستحقوا 3 غرامات جيلاتين، وكالعاده الحليب باش نحلو فيه الجيلاتين. هنا خديت 30 مليلتر حليب. بالنسبه للجيلاتين هاوك على كل غرام جيلاتين تحطوا 10 مليلتر حليب والا ماء، شواليكم انتوما والروسات اللي باش تحطوها. ونستحقوا اصفر عظمه كيف الروسات الاولى، و100 مليلتر حليب، ونستحقوا 200 مليلتر كريم ليكيد ولا كريم شونتيي والا باننا فريسكا اللي في ايطاليا. الكلهم كيف كيف الكلهم ينجحوا في الطريقه هذه. جوست احنا في ايطاليا البانا فريسكا نخدموا بها اكثر، معناتها الحاجات هكا السكري. نحطوا الجيلاتين نتاعنا وما نعملش الغلطه اللي عملتها المره الاولى. ردوا بالكم حتى نتوما تعملوا كيفي، خليوهم يبردوا ومن بعد صبوهم على البانا باش ما تطيحش. ذوب صاي الشوكولاته والجيلاتين كيف كيف، ما عادش فيه حتى كعبوره. نولي يبردوا شويه، وتو باش نبدا نطلع في النار مع بعضهم هكا باش يبردوا. هاكا كالعاده كان البانه نتاعكم هي السكري زيدوا من غير فيها السكر، وكانها سكري ما تزيدوهاش. وتو كيف ما شفتوا خليتها هاكا جاريه شويه مش ثقيله برشا، والشوكولاته بردتها بالباهي. حطيتها في البول نتاع الثلج هذيك باش نزرب التبريد نتاعها. تحبوا تعملوا كيفي نتوما زاده. توا الكريم تاعنا حضرت كيف ما شفتوها، بقى كان باش نصبوها فوق الخليط الاولاني. ديجا الاخرى بردت شويه، خليتها اكثر من نص ساعه انا راني هكا. خليوها ما بيناتهم وقت باش تشد روحها بالكدا. وكالعاده هكا نحركوها باش تجينا الكلها قط قط، ونعاودو نرجعوها تبرد كيف ما قلت لكم على القليله 20 دقيقه والا اكثر، والمستحسن حتى اكثر من 20 دقيقه باش تدروها. خليوها نص ساعه بين الطبقه والطبقه. وتوا باش نحضروا الطبقه الثالثه اللي هي موسو شوكولا بلون. هنا خديت 200 غرام شوكولا بلون كالعاده اصفر عظمه، 100 مليلتر حليب، و200 مليلتر كريم ليكيد، والجيلاتين خديت 4 غرامات، و40 مليلتر حليب باش نحلو فيه الجيلاتين. وكالعاده اول حاجه نحطو الحليب مع الجيلاتين ونذوب الشوكولاته، وهذه البانه في الاخر حاجه نخليوها. وكملت الموس وشوكولا بلون. جبت الخليط نتاعنا من الفريجيدير برد بالباهي كيف ما شفتوه، وتوا باش نصبوا الكوش تاع الموس شوكولا بلون. توا نخليها تبرد بالباهي على القليله، خليوها تبرد 3-4 سوايع ولا تبيتوها شواليكم. وقعد كان الكوش الفوقانيه من بعد نحضروها مع بعض. وتوا باش نحضر اخر كوش اللي هي الكلاساج. باش نعمل كلاساج الشوكولا. هنا خديت 90 غرام شوكولا فوندون، وخديت معها 20 غرام شوكولاته بيضاء، خديت هنا 100 غرام الكريم ليكيد، و5 غرامات جيلاتين، و50 مليلتر ماء. اول حاجه نحطوا الماء هنا على كالجيلاتين باش يتحل، وتوا باش نحط البانه في كاسرونه هي والشوكولاته. نسخنوا البانه شويه وبعد نحطوا الشوكولاته. الشوكولاته نتاعنا ذابت، الجيلاتين هنا حطيته في ماء دافي والا تحطوه طول باش ما يقعدوش فيها كل الحبوب فيسع يذوبوا. بسم الله. صبيت الشوكولاته هنا باش نخليها تبرد شويه، ما تصبوهاش وهي سخونه على الجاتو باش الكريم ما تذوبش، خليوها لي تحسوها هكا تفيد شويه ومن بعد نصبوها عليها. الشوكولا نتاعنا بردت هاكا، كي تمسوها تلقاوها بردت، نخليوهاش برشا باش ما تعملكمش اكلكوش من الفوق. وكيف كيف الجاتو نتاعي بردت من البارح ديجا، انا مبيتتها في الفريجيدير، تحبوا انتم تكنجلوها كيف كيف، انا ما عنديش بلاصه، وهاكا من بعد جبدوها شواليكم. وتوا باش نصب عليها الكلاصاج. كملت صبيت القناش هكا، حركوه هكا باش يجي على الجناب، وهكا كي البول نتاع الهواء خذوا كردون والا حاجه هكا مذببه باش ما يقعدوش كاك الفقاعات في الفوق منظرها. كيف ما شفتوا خليها تبرد لبرا بالباهي ومن بعد نحطها في الفريجيدير بالزيت تبرد وتشد روحها. وهاكا نتوما والفريجيدير نتاعكم خليوها لين تبرد بالباهي وتشد روحها. هنا هوني هكا بردت، نحيت لها المول كيف ما تشوفوا، واكل منظر واكل بنه تحكي وحدها. شوفوا كيفاش قداش عرقت، باش نحاول هكا نسيحها شويه. هوني كيف ما شفتوا خديت الوردات حطيتهم على جنب على خاطر وزيد عرقه، باش نجرب نعمل شويه بايات، نخاف نهلكها، نجربوا شويه من الساعه. وهاكا نتوما في الزينات فنانو وزينو كيف ما تحبوا، تنجموا حتى تزينوا هكا كعبات غله شواليكم ولا تخليوها سامبل. هذه التورته نتاعنا كيف ما شفتوها، حاله بلبستها بالبايات مش مشكل، الفايده في البنه. شوفوا لي كل منظر محلاه وما بنو. وهذه الجاتو نتاعنا تروا موس وشوكولا على محله، شوفوا قصيتها معوجه، وهذا الديكوباج نتاعها. وهذه التورته نتاعنا مع كويس تي كيف ما تشوفوها، شوفوا البنه والخفه تاع الموس والشوكولا كيف ما شفتوها. بنه باهي، حسيلو لينا بكري وهي تستنى. وهذه كانت وصفتنا متاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم الرسيل. وني حبوباتي يوفى الفيديو متاعنا كيف ما تشوفوا، الموس والشوكولا بنه وسهله مهله، ننصحكم جربوها ياسر بنينه كيف ما شفتوها الجاتو متاعنا. وني يوفى الفيديو متاعنا كان عجبكم كالعاده ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعليقكم الحلوه. توا نقول لكم باي باي، نتقابلوا ان شاء الله في الفيديو الجاي.